أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا القول كفر من يقول بأن الرافضة على حق وهم على ما هم عليه من عبادة القبور وقذف أمهات المؤمنين وسب الصحابة رضي الله عنهم؟ إذا كان يعلم هذا ويقول هذا حق فهو كافر. إذا كان يعلم ما عندهم من الكفريات ويقول إنهم على حق فهو كافر. أما إذا كان ما يدري جاهل، لأنه يسمع أنهم يقولون هذولا مثل المذاهب الأربعة، هذولا أصحاب مذهب مثل المذاهب الأربعة، أنا أقول هذا جاهل، يبين له أن هذا ما هو صحيح وأنهم ليسوا مثل المذاهب الأربعة. مذاهب الأربعة عقيدتهم واحد ودينهم واحد، وإنما اختلفوا في الاجتهادات الفقهية فقط، وأما أصول الإيمان والعقيدة والتوحيد ومحبة الصحابة والتابعين والسلف الصالح فهم كلهم على دين واحد وعقيدة واحدة. نعم.